هل يجوز أن أعطي الزكاة لمن يريد الزواج من امرأة ثانية؟ من امرأة ثانية؟ أي ما هو مباح الزواج من امرأة ثانية وثالثة ورابعة، الله يقوي. نعم. يعطيه من الزكاة شيخ؟ نعم. يعطيه من الزكاة؟ إذا كان محتاجا إلى الزواج من أكثر من واحدة محتاج إلى هذا يعطى من الزكاة ولا عنده ما يسدد، أما إذا كان ما يحتاج إلى هذا فلا تعطيه من الزكاة، أعطه تبرع إن أردت. نعم.